السلام عليكم، معكم عبد الله بخاري من شركة بروجة العقارية. عرضنا اليوم شقة 3 غرف وصالة في مجمع راقي في منطقة بيرتلي. خدمات المجمع زي ما انتم شايفين ما شاء الله، عندنا المساحة الواسعة هذه فيها تقريبا كل ما تحتاجونها في المجمع. عندنا جلسات خاصة والعاب اطفال، وعندنا الديكورات هذه ما شاء الله، هذا طبعا شلال، هذا ان شاء الله مع الايام راح يشغلوه. وعندنا مواقف مغلقة خاصة بكل شقة، تقريبا نقدر نقول المسافة واسعة جدا وكبيرة. وعندنا مسبح وساونا وحمام تركي خاص بالنساء، وزيها مثلها ايضا بالضبط للرجال. موقع المجمع يقع في منطقة بيلتلي قريبة من المطار، تبعد عن المطار بالسيارة تقريبا 3 دقائق، وعن مول الفورم 5 دقائق، وعن ميدان طرابزون 10 دقائق. طبعا في أسئلة كثيرة تجينا عن في عروضنا عن العائدات الشهرية. طبعا العائدات الشهرية للمجمع هذا 120 ليرة شهريا، طبعا تشمل الخدمة العامة في المجمع. تعالوا معنا الآن نتوجه للشقة، أشرح لكم إياها من الداخل ونشوف مساحاتها والتفاصيل اللي فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. كذا وصلنا الشقة. الشقة عبارة عن 3 غرف صالة بمساحة 195 متر مربع في الدور الثالث. طبعا نبدأ نشرح لكم الشقة الآن. عندنا المدخل هنا ما شاء الله زي ما انتم شايفين، على جهة اليمين عندنا هنا الدولاب الخاص بالأحذية والعبايات الله يكرمكم، في الجهة اليسار عندنا الانترفون وعداد الكهرباء. وعلى يدنا اليسار هنا على طول عندنا الصالة زي ما انتم شايفين، مساحة واسعة وشريحة ومتقبلة، تشطيب جيد. وعندنا على يدنا اليمين هنا الدولاب الخاص بالتلفزيون والإطلالة على البحر والطبيعة. طبعا الميزة في الشقة هذه انه الإطلالة ما راح تتقفل، لانه البناية اللي قدامنا على طول روضة اطفال ما راح تتقفل. وعندنا هنا على يدنا اليمين المدخل على البلكونة المشتركة بين المطبخ والصالة زي ما انتم شايفين، مساحة كبيرة جدا ممكن نستغلها بجلسات أرضية أو طاولة طعام. طبعا الإطلالة هذه الجميلة على البحر والطبيعة. طبعا البلكونة الجام الشرائح راكب فيها من الشقة موجودة. ومن هنا نتوجه للمطبخ. طبعا البلكونة مشتركة فيها مدخل من الصالة ومن المطبخ. عندنا المطبخ هنا زي ما انتم شايفين مطبخ متكامل من الدواليب الخاصة بالأدوات الكهربائية والصحون والأشياء هذه. طبعا ما ننسى الشقة فيها نظام الغاز الواصل فيها زي ما انتم شايفين، هذه المواسير حقت الغاز الطبيعي. وبكذا خلصنا من المطبخ، نتوجه لتقسيم الغرف. عندنا هنا على يدنا اليمين على طول دورة المياه الأولى أو دورة المياه للضيوف ممكن نقدر نقولها بنظام أرضي. وبعدها على طول على يدنا اليسار عندنا الغرفة الأولى في الشقة بمساحة واسعة ومتقبلة يعني. ومقابلها على طول عندنا دورة المياه الرئيسية بنظام كلوزت فيها المروش ومغسلة اليدين طبعا. وعندنا هنا الغرفة الثانية، طبعا الغرفتين الأولى والثانية مساحاتها متقاربة جدا من بعض، نفس الشيء تقريبا. زي ما انتم شايفين عندنا هنا الغاز الطبيعي، التدفئة فيها عن طريق الغاز الطبيعي. كذا خلصنا من الغرفة الأولى والثانية، نتوجه أخيرا إلى الغرفة الرئيسية اللي هي الماستر.
عندنا هنا غرفة الغرفة الرئيسية الماستر طبعاً فيها بلكونة خاصة فيها وغرفة تبديل ملابس ومساحة طبعاً أكبر من الغرفتين اللي قبل، مساحة واسعة ومتقبلة. عندنا هنا غرفة التبديل الخاص فيها زي ما انتم شايفين ممكن نقدر نستغله بدولاب، هنا ممكن نفصل دولاب أو دولاب مغلق. وعندنا دورة المياه الخاص فيها والمروش والكلوزيت طبعا اكرمكم الله. نروح نشوف البلكونة الخاص فيها، هذه البلكونة الخاص فيها ممكن نستغلها كمستودع او ممكن جلسة على جهة واحدة طبعا مطلة على البحر وعلى حديقة المجمع. في نهاية الفيديو أتمنى أن المقطع نال على إعجابكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك في قناتنا، التفاصيل والأسعار موجودة أسفل في صندوق الوصف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.